سيطرة واستحواذ وفرص ضائعة وهدف عالمي لميكسوني يوني بي النادي الأهلي الشوط الأول 1-0 متقدما على نادي الاتحاد السكندري. هذا هو ملخص الشوط الأول. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف رأي نجومنا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يمكن من ضمن الحاجات اللي انا نسيتها ان كان في كمان ركله جزاء مهدره من بيرسي تاو. كابتن شريف، شوط واستحواذ تقريبا وهيمنه بالكامل على احداث الشوط الاول ومجرياته من النادي الاهلي. مظبوط كابتن ايمن، رغم الغيابات كويس ورغم دخول اكثر من 4-5 لعيبه جداد في الفرقه، كنا بنتكلم قبل المباراه على شكل البلاي ميكر وشكل كيفيه التعامل في الاربع فراوده اللي قدام مع مساند ديانج وحمدي فتحي. صحيح، هي اللعيبه كلها عملت تمرير سريع جدا، انتشار سريع جدا، انما ما زلنا عند حاله التنفيذ في اللمسه الاخيره. احمد عبد القادر في كل حته في الملعب بيحاول، بس برضه مزوده اللمسه الاخيره، بس ما فيش مساعده، ما فيش تحركات من اللعيبه اللي جنبه. وقلت لك اللعيب الكويس اللي هو بيتمنى ان دايما اللعيب اللي جنبه يبقى كويس، واللعيب اللي بقى الناحيه الثانيه حسين الشحات بيحاول يقوم بدور بلاي ميكر ويتحرك من ناحيه اليمين يروح الشمال، بيركن شويه بيريح شويه على حسب مجريات اللعب. فمجمل كل ده لعيبه النادي الاهلي هي المستحوذه، سيطره، مفيش الحمد لله مفيش حاجه من نادي الاتحاد لو عرفت تقول يدي يعني شكلها نتكلم عنها او نقول كان في خطوره او كان في محاولات بس خارجيه خالص من على الاطراف، من محاوله تصويبه اي حاجه. سرعه اداء النادي الاهلي وتفكيره في الاحتفاظ بالكوره السليمه والتمرير السليم ده فرق عنك عن المباراه اللي فاتت. التغييرات اللي حصلت بالناس الجداد دول عندهم حاله بدنيه احسن شويه من اللعيبه الاساسيين اللي هم منهكين. بتمنى ان يكمل الشكل الهجومي بهدف كمان اللي كان ممكن يحققه كريم فؤاد، وكانت تبقى المباراه الحقيقه بقت يعني بتريح الجهاز الفني وبتريحنا احنا كلنا. صحيح، التوفيق ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، شوف الشوط الاول ازاي؟ فريق واحد في الملعب هو النادي الاهلي، فريق بيدافع ومش عارف يدافع. قول لي على تواجد ميكيسوني واحمد عبد القادر في قلب الملعب. زي ما اتكلمنا كلنا احنا الاربعه وقلنا مفيش 10 مش هتلاقيه، لكن هتلاقي دايما في حد حر في الملعب. الوحيد يمكن شكل لعبه اختلف وبقى الاحسن حسين الشحات لما راح الشمال. صحيح، بالنسبه لي يعني غريبه مش عدلته، بس هو لما راح الشمال هو الشكل بقى احسن. احمد عبد القادر لحد كبير بيتحرك في نص الملعب. ميكسوني كعادته، على فكره ميكسوني مش غريب عليه، ميكسوني بيتحرك في التلت الاخير في اي مكان في الملعب. يعني شفت لما جابوا الجول كان هو اللي ناحيه اليمين. مظبوط. بيرسي تاو غالبا بيبقى الاغلبيه هو بيبقى راس الحربه الاول. كان تحتيه بعد حوالي 25 دقيقه بقى عبد القادر. يعني عبد القادر كان نص الشوط الاول كله بعد ما كمله ايمن بقى هو اللي في نص الملعب، هو اللي فري في نص الملعب. لكن هي ما بتتلعبش ب 10 عشان بس يعني نتكلم صح، ما بتتلعبش ب 10، بتلعب حريه حركه مع ثبات بعض الافراد. حسين الشحات بقى ثابت تحت الشمال، مكسوني احمد عبد القادر وبيرسي تاو بيتحركوا، والغالبيه الوقت في القلب بقت لاحمد عبد القادر. بس احمد عبد القادر في القلب لازم يبقى التفكير اسرع والتخلص من الكره اسرع. في فرق كبير قوي، بتلعب على الطرف صح وبتلعب في القلب، القلب بيبقى زحمه شويه. لكن شوط فرص مش كتير. أي، يعني عند ضربه الجزاء انت اتكلمت عليها والهدف، وفي كره اللي اتكلم عليها كابتن شريف كريم فؤاد الاخيره، دي الاخيره عند احمد عبد القادر. غير كده على مجريات الشوط الاول لا، كان لازم النتيجه اعلى من كده، انك انت بتلعب فريق يعني معلش باحترامي الاتحاد مستسلم ومش عارف يدافع ويمسك الكره بيديها لك، فكان لازم تخلص المباراه بدري، وده الاكيد هيحصل ان شاء الله الشوط الثاني، تدور على الهدف الثاني والثالث بسرعه كمان. صحيح، كابتن اسامه، كابتن شريف وكابتن علاء اكدوا ان الاستحواذ والسيطره كان الشوط الاول للنادي الاهلي، هل هيستمر عماد النحاس على اسلوبه الدفاعي الشوط الثاني برضه؟ هو دلوقتي خسر، احنا كنا متوقعين كده من الشوط الاولاني، وقلنا ده اسلوب عماد النحاس في معظم الفرق اللي بيمسكها، في معظم الماتشات اللي بيلعبها، بيلعب على التامين الاول وبيحاول في بعض الهجمات المرتده او ضربات ثابته، لكن حتى دي ما كانتش موجوده خالص زي ما كباتن اتكلموا. نادي الاتحاد لا حول له ولا قوه في الثلث الاخير، فقد الكره بكل سهوله، ما فيش اي محاولات على محمد الشناوي تقريبا، يعني كانه يعتبر مش موجود. النادي الاهلي بيحاول بس في البدايه تحس فيه لخبطه شويه، يعني
ناس بتحاول بتجري كتير، محمود وحيد وكريم فؤاد من الطرفين، احمد عبد القادر ومكسوني وحسين شحات، مره تلاقيهم في جنب واحد ومره تلاقي بيرسي تاو قريب منه، يعني في لخبطه شويه بالاستعجال انه يجيبوا جون. لكن المحاولات الاكثر للنادي الاهلي ضرب الجزاء، تسديده من حسين الشحات صدها عبد المنصف، ضرب الجزاء ضايعه، كره كريم فؤاد اللي لعبها له حسين الشحات حلوه قوي. حسين الشحات هو الوحيد اللي لما زي ما علاء قال انه لما راح ناحيه الشمال بيخش للعمق بيعرف يشوف الحاجات البينيه، أيوة يعني بيحاول يعملها، عنده رؤيه كويسه وبيعملها كويس. الباقيين يا اما بيلعبوا بالعرض يا اما بيحاولوا يجربوا الكوره. يعني احمد عبد القادر النهارده احنا قلنا الاتحاد هيلعب بتكتل. ايوه احمد عبد القادر ماشي انه في وقت لازم اعدي، واحنا قلنا عنده دي ميزه انه لما بيروح واحد ضد واحد او واحد ضد اثنين، لكن في وقت لازم يلعب اسرع من كده. فيعني الاهلي هو اللي شكله افضل بيحاول، وان كان ترتيبه الثلاثه اللي قدام انت ما بتعرف لهمش، فيها لخبطه شويه. يعني ساعات تلاقي حسين شحات يمين، ساعات نهى شمال، مكسوني تلاقي بس دي ممكن نقول اللامركزيه اللي هي مطلوبه بينهم، اللي احنا توقعناها قبل بدايه المباراه. كنا متوقعينها، بس هي في النهايه هي ماشيه لانه الاتحاد نفسه مش عارف يتزن في دفاعيا ولا هجوميا. فالاهلي الافضل، وطبعا مكسوني جاب هدف جميل جدا طبعا بالشكل. طيب كابتن عادل، مستر موسيماني هيفكر ازاي الشوط الثاني لو عماد النحاس غير اسلوبه؟ هو عماد مش هيغير اسلوبه، هيغير اول ربع ساعه او ثلث ساعه، لان ده اسلوب عماد النحاس ان هو عايز يودي المباراه لاخر فترات وهو مغلوب 1-0 عشان يتعادل ويعمل نتيجه ايجابيه. لكن لو بدا من الاول ونزل مهاجمك من الاول وغير طريقه لعبه اللي هي الدفاعيه، بالاخص ان هو لسه جديد على الفرقه يعني ومغير عناصر كتيره، مش هيعرف يعمل البلانتو او بي اللي المفروض يتعمل. لو عمله يبقى لمصلحه النادي الاهلي، لكن مستر موسيماني هيلعب زي ما هو بيلعب كده بس بتحفظ شويه. يمكن عندك الرباعي اللي امامي اللي احنا اتكلمنا عليه، اللا مركزيه اللي انتوا اتكلمتوا عليه، كان اتنين بس في بدايه المباراه اللي عندهم مركزيه كويسه، اللي هو حسين الشحات وبيرسي تاو. حسين كان بيلعب ناحيه يمين وبعدين مره واحده راح ناحيه الشمال. زي ما الكابتن علاء اتكلم ان هو من كان افضل واحد في الخط من بالنسبه لناحيه الشمال يعني. لكن احمد عبد القادر ومكسوني بيتقاسموا الاثنين حته جوه الطرف الشمال وجوه تحت نص الملعب وتحت ثالث في نص الملعب. يعني انت تحس انه في ثلاث اماكن عند النادي الاهلي بيشغلوها اثنين لعيبه، اللي هو ايه؟ الطرف الشمال، بس بعد ما حسين خلاص راح بقت عادل، بس انا بكلمك في الاول كان عبد القادر مكسيوني، وكانوا الاثنين بيلعبوها في ثلاث اماكن، يلعبوا في الطرف الشمال تحت راس حربه او ينزل ثالث في وسط الملعب، اللا مركزيه اللي انت قلت عليها كابتن ايمن. ولكن في اخر الامر انت مباريات احنا اتكلمنا عليها خطورتها في اجهادها، وانت بتشتغل لاستراتيجيه ثانيه، انت مع الدوري بتشتغل في استراتيجيه ثانيه. فطلعنا من الشوط الاولاني بالشكل ده ونطلع الشوط الثاني ان شاء الله كسبانين، تعدي المباريات بدون اجهاد وما تلعبش اللعيبه المجهده اللي احنا اتكلمنا عليها، يبقى هدفك وسط. يعني ممكن ما تشوفش انتفاضه للنادي الاتحاد في الشوط الثاني للتعويض. اكيد هتشوف، ولكن بشأني شكل انا لسه عماد النحاس ما شافش اللعيبه، لو عملها تبقى عشوائيه، ممكن تدخل يجي فيه اكتر من هدف لو عملها. لكن انا عاوز اقول لك حاجه، هو عماد النحاس المباراه دي انا من وجهه نظري في التغييرات السبعه اللي عملها عن التشكيل اللي فات، فضل ان هو يغير لمجرد التغيير. انا بقول لك الاسماء اللي قبليها دي اسماء كبيره جدا وفرقه كبيره، عشان كده انا قلت الاتحاد عنده عناصر جيده من السبعه اللي قاعدين بره اكتر من اللي جوه. موسيماني سريعا هيلجا للدكه من الاول ولا لا؟ لا. طيب ان شاء الله نتمنى التوفيق الشوط الثاني للنادي الاهلي لتحقيق الفوز ايضا. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.